أطلقت الجولة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأمريكا اللاتينية والكاريبي دينامية جديدة في العلاقات مع عدد من دول هذه المنطقة، والأكيد بالنظر إلى فحوى المباحثات رفيعة المستوى وقيمة البيانات المشتركة التي صدرت في كل محطة من محطات هذه الجولة، أن الطريق باتت ممهدة بشكل واضح نحو شراكة أكثر كثافة على المستويات السياسية والسوسيو اقتصادية والثقافية، قوامها روابط قوية من الصداقة والإخاء والتعاون وقيم مشتركة. للتعليق على هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محمد العمراني بو خبزة، المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ الكريم. طيب، كيف تعلقون بشكل عام على نتائج هذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي؟ يمكن أقول أنها هي بداية جني ثمار مجهودات دبلوماسية. الآن بدأ المغرب يتواجد بشكل لافت داخل فضاء كان إلى حد قريب معقل لخصوم المملكة. ربما أن التتبع الكيفية والمسار الذي تم اعتماده ربما قد يعطينا صورة عن المستقبل العلاقات ما بين المغرب وما بين هذه الدول. لماذا؟ لأنه لا نتحدث الآن فقط عن دور الدبلوماسية الرسمية، لأن كان هناك أدوار سابقة للدبلوماسية الموازية، خاصة الدبلوماسية الحزبية. يجب أن لا ننسى أن لها أدوار جد مهمة، مع العلم أن حضور الأحزاب الاشتراكية واليسارية لافت داخل هذه الدول، ثم دور كذلك الدبلوماسية البرلمانية كان لافتا. قبل فترة كان هناك زيارة للمسؤولين برلمانيين من أمريكا اللاتينية للمغرب، وكذلك زيارة. بالإضافة إلى كون أن المغرب في السنوات الأخيرة حاضر في كل المناسبات الرسمية في هذه الدول، إذن فبالإضافة إلى ذلك الشعار الذي يؤثر السياسة الخارجية للمغرب في العقد الأخير المرتبطة بعلاقة جنوب-جنوب والمرتبطة. هذه نقطة مهمة. نعم. كنت أود أن أسألك فيما يخص يعني اللغة التي تحدث بها المغرب مع هذه الدول. هو يتحدث باللغة التي الآن أصبحت هي السائدة في الساحة الدولية، وهي لغة المصالح. كذلك أن كل طرف يجب أن تتعامل معه وفق القواسم المشتركة. مثلا على سبيل المثال كنموذج، تشيلي احتاجت إلى ما يسمى بالعدالة الانتقالية. المغرب مر من هذه التجربة، بمعنى أن الملف حقوقي يمكن أن يكون أساس للتعاون الثنائي. البرازيل هناك علاقات اقتصادية جد مهمة، خاصة على مستوى الفوسفات كما هو معلوم. فبالتالي مثلا النموذج البرازيلي رغم المحاولات المتكررة خاصة بعد فوز الحزب العمالي في الانتخابات، ولكن رغم ذلك لم تغير رئاسة البرازيل، لم تغير موقفها من البوليزاريو. فبالتالي أن هناك نضج من قبل الدبلوماسية المغربية في التعامل مع كل دولة على حدة. وكذلك يجب أن بمعنى أنه يمكن أن يكون المدخل سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو كل هذه المداخل، كل هذه المداخل هي ممكنة. لذلك يجب لا أو كما يقال لا يجب أن نضع كل البيض في سلة واحدة. فما نلاحظه في أمريكا اللاتينية هو التحولات السياسية الكبرى. معلوم أنها كانت موسومة في سياق دولي بهيمنة حركات التحرر المرتبطة عقائديا وإيديولوجيا بالماركسية في إطار الصراع ما بين الأقطاب. تأثر المغرب كثيرا من هذه الوضعية. الآن أمريكا اللاتينية أنها متجهة نحو أنظمة سياسية ديمقراطية تؤمن بمصالح شعوبها ومجتمعاتها. المغرب يقدم وصفة، لأن جرب المغرب الآن هذه الوصفة مع الدول الإفريقية ونجح بشكل كبير جدا فيها. الآن يمكن اعتمادها مع دول أمريكا اللاتينية التي تتقاسم مع المغرب الكثير من الطموحات. اللحظة القوية في هذه الجولة هي يعني سحب السلفادور لاعترافها بالجمهورية الوهمية. كيف تعلقون على هذه يعني اللحظة التي شكلت بالتأكيد يعني منعطف في تاريخ العلاقات ما بين المغرب وهذه الدول؟ هاتي ربما أن سيكون هناك مسلسل، ربما لن يقف عند حالة السلفادور. السلفادور التي أعلنت إعادة تقييم علاقتها مع البوليزاريو، رغم أنه يجب أن لا ننسى أن ممثل البوليزاريو كان حاضرا في
عملية التنصيب. فبالتالي كان هناك القيل والقال أن هذا دليل على اختراق البوليزاريو السلفادوري، ولكن من خلال الإعلان وزارة الخارجية ديال السلفادور وضعت النقط على الحروف وتعطينا إشارة للمستقبل الذي يمكن أن نعتمده مع جميع الدول الأمريكية اللاتينية، لأن السلفادور ليست هو النموذج الأول والأوحد، سبق مع البيرو، هناك تشيلي، هناك الدول الدومينيكان، هناك الآن السلفادور، ولائحة ستأتي. ولكن ما الذي يجب أن يقدمه المغرب حتى تقتنع هذه الدول لكي تعيد النظر؟ لأن هذه الدول بنت مواقفها على أوهام وعلى مغالطات. هذه الأوهام والمغالطات بدأت الآن قوة إقناعها بدأت تتراجع، لأن الآن كما هو معلوم أن مصالح الدول أصبحت هي المحدد الأساسي. المغرب له الكثير من الوسائل التي يمكن أن يعتمدها لكي يصل إلى إقناع هذه الدول بضرورة خلق شراكات فيها رابح رابح. الآن المغرب لم يعد يعتمد فقط على الشركاء التقليديين، المغرب اتجه نحو تنويع شركائه وفي قارات متعددة. الآن المغرب قادر على أن يخترق مجموعة من التحصينات التي تم اعتمادها في المرحلة السابقة بوسائل كما قلت هي قريبة إلى الوهم منه إلى الحقيقة. الآن المغرب عبر مشاريع اقتصادية، عبر شراكات حقيقية، قادر على أن يقدم لهذه الدول كل ما يلزم لإعادة النظر. كذلك أن الآن حتى قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك تلعب دور كبير جدا، لأن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن التوصيات والتقارير أنها أصبحت متوازنة، وبالتالي تشير إلى الحل السياسي وتشير إلى مشروع الحكم الذاتي. وبالتالي أن هذه الدول عندما نقدم لها هذا النوع من الملفات فمن طبيعة الحال أنها ستقتنع بما نقدمه، ليس كما كان الأمر في السابق، كنا نجد صعوبة في أن نتواصل مع هذه الدول لأن كان هناك حاجز إيديولوجي حقيقي قائم. الآن استطعنا عبر الدبلوماسية الموازية، عبر الدبلوماسية الرسمية، من إيصال الخطاب واضح قائم على المشروعية وليس على الوهم كما كان في السابق. لم ألحظ وأنا أتابع هذا الملف يعني أي رد فعل من قبل خصوم الوحدة الترابية. البوليزاريو اختارت تجاهل هذه المواقف القوية من قبل عدد من دول أمريكا اللاتينية. أي وقع لهذه التحركات المغربية على خصوم الوحدة الترابية؟ لا، هو ربما هي بدأت ربما في مع البيرو كانت لحظة قوية ومعبرة عندما تم رفض دخول ما كان يسمى بسفيرة البوليزاريو لدى البيرو. كانت لحظة قوية، ولذلك حينها قلنا أن هذا الحدث له بداية انفراط عقد العلاقات. ونحن نعلم أن بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية هي مترابطة فيما بينها بحكم وجود منظمة إقليمية وفي بحكم وجود أواصر قوية ما بين هذه الدول. فبالتالي قد نكون أمام لعبة الدومينو، بدأت مع البيرو والآن ستأتي لائحة قد تكون طويلة في ما يخص الدول التي تجمد اعترافها أو أنها ستقطع علاقتها وستسحب اعترافها بالبوليزاريو. ولكن هذا يجب أن لا ينسينا أن العمل يجب أن يتواصل، يجب تحصين هذه المكتسبات، تحصينه، ولكن يجب أن نعيد كذلك النظر في أدوار الدبلوماسية المغربية. فعلا أننا حققنا مكاسب مهمة ونجاحات، وهذه النجاحات كانت بفعل مجهودات استثنائية تم القيام بها. الآن نحن مطالبون بالرفع من وتيرة العمل وكذلك ابتكار والإبداع في مجال الدبلوماسية بشتى أنواعها. كذلك أن المغرب هو لذلك فعندما يحتضن المغرب ملتقيات دولية هذا جد مهم،
إما أنه داخل التراب الوطني، ربما مسألة الهجرة كيف المغرب كان محجا دوليا، المناخ محجا دوليا، المغرب كذلك عليه ألا يعيد نفس الأسلوب السابق وهو الكرسي الفارغ. يجب المغرب أن يحقق حضورا نوعيا في الملتقيات الدولية، لأن هي فرصة سانحة لكي يتم فيها فتح النقاش حول العلاقات الثنائية. إذا المغرب لحد الآن أعتبر أنه دبلوماسيا وفي الطريق الصحيح، وقد تكون هناك نتائج أحسن في المستقبل القريب. بالتأكيد الدكتور محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.